بيقول صاحب القصة الثالثة: أنا 34 سنة من الجزائر. في قصة مرعبة حصلت معاي. كان عندي صديقي بيسكن في بيت قديم، والبيت ده اتبنى أيام الاستعمار الفرنسي على الجزائر. حسب روايات جدة صديقي، لما كانوا بيحفروا أساسات البيت مرت مظاهرات للشعب الجزائري يوم 8 مايو ضد الاستعمار الفرنسي اللي أطلق النار عليهم بالقرب من المكان، واختبأ بعض الجزائريين في حفر الأساس بتاع المنزل علشان يستخبوا من الرصاص بتاع الجيش الفرنسي، لكن الفرنسيين قتلوهم وتشبعت الأرض دي بدماء الشهداء الطاهرة. وبعد بناء المنزل بقت تحصل فيه مواقف غريبة ومرعبة، لحد ما جه يوم في الصيف وكنت سهران أنا وصديقي بره نتمشى في وقت متأخر من الليل، وطلب مني ان اجي ابات عنده في البيت بحكم ان انا بيتي بعيد شويه، ووافقت وياريتني ما وافقت. الجو كان صيف، ما تقدرش تبات جوه البيت من الحر، فقلنا نطلع ننام على السطح لان الجو على السطح كان جميل والقمر كان مكتمل، تقدر تشوف كل شيء من غير ما تولع النور. نمت عادي، وبعد ساعه ولا ساعه ونص صحيت على صوت اطفال مع انهم ما عندهمش اصلا عيال صغير، ولما صحيت جيت اتحرك ما قدرتش، جسمي كان مشلول. بصيت جنبي صاحبي نايم، جيت اصحيه ما قدرتش اتكلم. بصيت على رجلي لقيت 3 اولاد، واحد مشي جه جنبي على الناحية الشمال، والتاني جه على الناحية اليمين، والتالت مشي عليا جه عند راسي وبصولي وفضلوا يضحكوا، عينيهم واسنانهم بيضة وبتشع زي القمر. وانا من كتر الرعب اغمى عليا. صحيت بعد شوية، جيت اتحرك بعد شوية، لما فقت جيت اتحرك برضو مشلول. بصيت جنبي لقيت صاحبي نايم، وهنا شفت شيء غريب جدا، عملاق طويل جدا وراسه مش باينة من السما من كتر الطول، وجسمه عامل زي خشب النخيل والحجارة الخشنة ولونه بني رفيع، ورجليه الضخمة اللي لابسة حذاء زي حذاء العفاريت في الرسوم المتحركة. وجه يتحرك خطوة، لكن خطوته كنت هبقى تحت رجليه. هنا قلت لنفسي اليوم انا هموت، لكن لما حط رجله عليا كان خفيف ومحستش بوزنه رغم ضخامته، وكمل خطواته وبعد عني. ورجعت نمت مرة تانية، وبعد فترة صحيت وبرضه مشلول، لكن قدرت اتكلم بصوت خافي، وبصيت لصاحبي اللي نايم جنبي وفضلت اناديه، لكن صوتي كان خافت جدا. قريت المعوذات وبدأ شيء يتحرك داخل امعائي، لكن قلت في نفسي ده شيء عادي، امعائي بتتحرك وبتهدم الاكل. لكن فجأة حسيت بشيء زي ما يكون فار داخل بطني وبيتحرك في اي حتة، وفضلت اقرا المعوذات لحد ما الشيء حسيته بيطلع لحد زوري، لحد ما زوري اتوسع بغير حجمه وفمي اتفتح بحجم غير العادة، والتصق الشيء ده بفمي ومش راضي يخرج، وما قدرتش اقرا القرآن لانه سد فمي. ورجعت لي القدرة عشان اتحرك شوية، وحركت ايدي عشان اطلعه من فمي، لكن هنا كانت الصدمة، ايدي اتحولت بالكامل، بقت صغيرة جدا وفيها 3 صوابع بس وكبيرة الحجم، والصباع الواحد منهم في حجم صباعين، وحسيت ان جلدي بقى عامل زي جلد الضفدع وفي مادة هلامية لزجة، وما قدرتش اخرج الشيء اللي لازق جوه فمي ده لحد ما رجع بطني مرة تانية، ودخلت في غفوة وقدرت اصحى تاني وعرفت اتحرك. صحيت صديقي وقلت له انا مروح البيت. صحيته وقلت له انا لازم اروح دلوقتي. قال لي ليه كده؟ ايه اللي حصل؟ قلت له بكرة احكي لك، لكن انا لازم ما كملش الليلة دي عندك. وكان باقي دقايق على اذان الفجر، وخرجت واتجهت للبيت، وخرجت ومشيت وعمال افتكر اللي حصل، هل هو حلم؟ لكن الحلم مش هتكون فيه الامور واقعية بالدرجة دي. ومن اليوم ده ما بقاش عندي الجراءة ان ابات عنده تاني. ولحد هنا وخلصت القصة الثالثة، واستعد